هو داك المسكين مسكين ما يعيدش، داك الموظف البسيط ما عادش يعيد. حتى لين غادي يمد ديك البلاد يعني. ما عطيتوش المعطيات للملك حقيقيه، قالوا له دابا اش قالوا دابا الملك؟ قالوا الغنم موجوده 7 المليون صعد. وفين هي الغنم؟ وعباد الله ما كاينش الغنم دابا، هما الناس خصهم الغنم ما كايناش. لا انتم سمعتوا السيد ما كاينش الغنم. زعما داك العيد الكبير كيفاش؟ الدعم خديتوه ولكن كتبيعوا باش بغيتوا. كون غير الدوله ما دارتش داك الدعم والله العظيم، وخلت الناس تبيع باش بغات. جايبين الحواله فابور والاثمنه في السوق ما كاين غير 5000 درهم 6000 درهم 8000 درهم. ايوا داك المسكين مسكين ما يعيدش، داك الموظف البسيط ما عادش يعيد. حتى لين غادي يمد ديك البلاد يعني. فعلى هاد الحساب يا كلشي يعيد يا حتى واحد ما يعيد، لغيو داك العيد وخليو الناس ترونكيل. محشوماش اطفال صغار مساكن غادي يشوفوا ولاد جيرانهم عيدين وهم ما عيدينش. عاد داكشي اللي كديروا فيه راه ما هوش والله العظيم، ما هوش راه وصلتوا لشي مواصل اللي زعما لا حول ولا قوه الا بالله. كون غير تكلفات الدوله وجابت راسها وهي باعت للمواطن حسن، ما تعطيو تغنيو واحد 4 ولا 5 دنا. خوتي المغاربه مرحبا بكم. واش عقلتوا على وزير ديال الفلاحه صديقي قال لك الغنم عندهم تقريبا شي 7 المليون جاهزه للذبيحه، الغنم اللي واجده للعيد الاضحيه قال كاينه 7 المليون. عندنا تقييم دقيق لتوقعات العرض من الاضاحي بالتنسيق مع المهنيين طبعا، فالعرض المتوقع هو 7.8 مليون راس، منها 6.8 مليون راس من الاغنام ومليون راس من المعيز. هذا هو العرض، وبحال اللي قلت قبل الطلب هو 6 المليون ديال الرؤوس. تصوروا ان هذا الشيء هذا دابا مثلا كامل مبيوعه كل شيء والناس باغيين دابا العيد ما كايناش. شوفوا على كارثه، شوفوا شحال ديال الناس واقفين. ليش تصور كلشي مبيوع؟ هادشي اللي كيبان لكم كلشي مبيوع. والكيلو 86 درهم الكيلو، تصور بالدزه ديالها بهاد الهيدوره بهاد المصيبه الكحله. بمعنى من مور العيد شحال عشري المغربي الكيلو؟ خصك تضربو بجوج 86، اذا غيولي نديرو حنا سيدي 150 درهم الكيلو. واخا وفي شهر 3 العام الجاي وشهر 4 بشحال غاشريو الكيلو د اللحم؟ 200 درهم. قالوا الغنم موجوده. ايوا كلا كانت الغنم موجوده و6 المليون، وعلاش هاد الغلا؟ كل كيلو اتصلت انا بالناس في عدد من المناطق حتى القراويه قال لك زايد 1000 درهم، فين هي الغنم؟ اذا كانت ملي كيكون العرض اكثر من الطلب منطقيا خص يكون الرخاء. السؤال علاش كاين الغلا؟ اذا كاين الغنم قليله، اذا ضحينا بالقطيع. دابا العام الجاي مثلا، العام الجاي باش غنعيدو شحال غنشريو اللحم؟ وعندي واحد السؤال مهم جدا، علاش اصرت الحكومه على يكون العيد هذا العام؟ علاش؟ علاش كنقولوا خطوره ديال علاقه المال والسياسه؟ دابا السيد رئيس الحكومه عنده المازور، وفي هذا العيد الاضحى شكون اكبر مستفيد من العيد الاضحى؟ هما اصحاب المازور. شوفوا الطرقان، شوفوا لوطوروت، الطوموبيلات ما كاينه غير السلواجه، باش كيمشيو بالماء؟ كيمشيو بالمازوط اللي كيبيعوا رئيس الحكومه. واش رئيس الحكومه في صالحه يعطي المعطيات الحقيقيه وكذا؟ ها هو دابا كيضحي بالقطيع وهو المازوط ديالو خدام، بومبا ديالو خدامه. كيما خدامين عاوتاني الشركات المناضه. شكون مالين الشركات المناضه؟ هاواي وكوكا والماس، شكون اللي خدام في هادشي ديال الماس؟ واش هادو صحاب الشركات المناضه وكذا؟ واش غيبغيو العيد ما يكونش هما اكبر رقم معاملات تيكون عندهم في هاد السيمانه العيد؟ كيما دابا المازوط فلوس العيد دخلوا صحاب البومبات دابا والمحطات الطرقيه، من بينهم السيد رئيس الحكومه. خويا باقي شي حاولي ولا والو؟ ها؟ لا يرحم بك لما تعالى اقرب لا ما تبان انت كاع لا بغيتي اكدها. دابا ما بقى حتى شي خروف دابا؟ لا ما بقاش، اللي جبناه سالا، اللي جبتوه كلشي مشى وجاو الناس ما لقاوش. كاين اللي تقدا بكريم مشى، وكاين الناس دابا الناس ساكن كاين اللي ما لقاش. كاين اللي جا مشاني دابا معطر كيسول الحاوي، وكاين الحاوي ما بقاش. جا الناس سولوا ما لقاوش الحاولي. بشحال الكيلو اخويا دوزتو هنا؟ 83 السردين. 83 وداك اللي ضعيف مره؟ لا الكيلو الكيلو. ايوا ها انتم اخوتي المغاربه، ولا شي خروف باقي هنا، كلشي مبيوع. اذا دابا خاص يتفتح شي تحقيق مع الصديق، فين هي 7 المليون؟ 7 قال لك عندنا 7 المليون ديال الغنم، علاش هاد الغنم غاليه؟ اذا المعطيات اللي عطا السيد وزير الفلاحه معطيات غير صحيحه. وزيد على هذه واحد النقطة المغاربة كاع ما شرنا لها، كاين عدد. ها؟ شكون هذا؟ الله يحفظك ويخلي لك، اللي يعز عليك اخويا، شكرا.
الحمد لله السيد مسكين جينا على صدفه قال لك انت المهم على اي. اذا السؤال اللي قلت دابا مهم وما نساوش واحد النقطه، شحال ديال المغاربه ما كيعيدوش المغاربه؟ راه كاين بعض المغاربه دابا ماشي بحال شحال هذه، كاين اللي ما قدرش يعيد لسبب مادي قاهر، كاين واحد النوع اخر ولات عنده ما نعرف ما كيبغيش يعيد، كتبقى اختياراته. انا ما عنديش باش نعيد. شنو الوالده؟ انا ما عنديش باش نعيد، انا دابا غنخرج بلاعي. علاش ما تعيديش؟ ما عنديش. لا مولفه كتعيدي ولا اول عام كتعيدي؟ مولفه انت يعيدوا لي واحد الناس هاد العام ما شراوش ليا. علاش؟ دابا انا بلاعي. قالت الغنم غاليه. الغنم غالية، هذوك الناس اللي مولفين كيشريو لك؟ كيشريو لي 3 سنين هما تيعطيوني، هذا العام ما عطاونيش أنا جالسة بلاعي. دابا جيت ندور هنا على لقيت شي حد يعاونني ولا يشري لي ولا ما نعرف. عندك وليدات؟ عندي وليدات، عندي 5 الوليدات وكارية في الضوحة. كارية في الضوحة؟ كارية في الضوحة. ها الما والضو ها هو ما عنديش دابا باش نخلص. شحال كارية في الضوحة؟ كارية ب 20. 1000 درهم؟ 1000 درهم. أنت وليداتك؟ أنا وليداتي. ها الولد داير العملية. لا 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 هذا ولدك انا ري ناري 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 عرسي عرسي راه عفاك 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 صافي صافي حيد 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 ها الموضوع صافي 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 نخلص الموضوع ناري يا بنتي الموضوع قرا الوراق انا ما لقيت دابا حتى من يعطيني انا دابا ما نقدرش ما عندي ما عندي ان شاء الله غتعيدي باذن الله والله ما عندي غتعيدي صافي قلت لك غتمشي قلت لك عتعيدي عتقني وما كاينش اللي عطاني قلت لك عتعيدي عتعيدي وشحال من ولاد عندك؟ عندي 5 الاولاد 5 الوليدات ديالك 5 الوليدات وعندي بنتي مطلقه بجوج دراري وبنتك معاك اللي مطلقه بنتي معايا عندك التليفون عندي شحال رقم التليفون ديالك تبغي الناس يعاونوك يعاونوني يعاونوني ما عنديش ما عارفاش النمره شحال هي خذ النمره يلا حقولي شحال نمرتك شوف ما عارفاش النمره شحال النمره ديالك بلاتي ما عارفاش راه فيها 13 عقلها على 13 انا غنشوف واحد العمليه دابا انت عندك وليداتك خوتي المغاربه اللي بغى يتعاون مع هذه السيده بعدا دائما سلام لاباس كي دايرين بخير وطيبه الله يبارك فيك هانتوما المغاربه اللي بغى يتعاون معها 06 13 67 83 92 سجلوا هذا الرقم عندكم ولا كانوا الناس انا عكاريه ورانا هذا العين ما كنشوفش فيها باينه باينه عويداتك ها انت عندك بعدا نقولها للناس شوفوا اخوتي المغاربه 06 13 67 83 92 06 13 67 83 92 صادي بو النمره ديالك اه هذيك هي النمره كتسكن هنا في قنيطره كتسكن في الضوحه كاريه كاريه اه كاريه في الضوحه اه انت عاودي لي المعطيات مزيان شحال الوليدات عندك عندي 5 وبنتك عندها 2 وعند بنتي عندها كلشي معاك تما في الدار وبنتك اش كدير بنتي تتخدم معها في القهوه تغسل المواعن الاولاد كبار ولا صغار الاولاد عندي صغار شي مويان ماشي كبار بزاف ما تبغيش تباني نبان ما عندك مشكل لا ما عنديش شوف عينيك باش الناس ما يقولكش كيكذبوا عليها شوف عيني عيني ها هي ما كنشوفش باينه باينه مسكين يا ربي السلامه يا ربي ضارني الكلاوي وضارني الكلاوي وانا عكاريه عكاريه في الضوحه دابا بغيت شحال كتخلصي الكرا تنخلص 20 تنخلص الموضوع ها الموضوع 1000 درهم ديال الكرا ديال الكرا ومازال عام الدار ناقص ليا وكيفاش تكري كان مسكين راجل مات لك ولا شنو؟ لا راجلي ميت ليا شحال هذه قديم والوليدات شحال كبار ولا صغار؟ الوليدات عندي باقا صغار 5 وكيقراو 5 شي تيقرا شي ما تيقراش ما عنديش باش نشري ليهم باش نصرف عليهم باش نشري لهم الكتوبه باش ندير تنطلب عاد الناس تمشي عاد الناس تنطلبهم ها اللي تعطيني ها اللي ما تعطينيش ما عندي ما ندير الغالب الله دابا انا بغيت العيد ما لقيت من يعاونني السكنه تلقيتها باش نخلص الكران ما والضو هو مجموع عليا انا مريضه بغيت ندير العمليه على عيني انا نمشي انا نكمل هنا خليك هنا صافي ما تمشي حتى بلاصه شوف سمعتوا اخوتي المغاربه شوفوا الناس ها انتم شوف الله يحفظك الله يبارك فيك شكرا هادو عباد الله راه ما عندهمش الحولي هادو دابا مساكن الناس الزحام هنا راه ما كاينش الحولي كلشي تباع وكنولي نعاودها لاهميتها وعافاكم المغاربه لما بارطاجيو هذه المعلومه كنقول لكم شي حاجه اللي كنركز عليها كتكون مهمه صديقي وزير الفلاحه قال لك 7 مليون غتذبح قال لك 7 مليون وقال لك غادي نستورد 600000 السؤال فين هي هذا الغنم فين هي 7 مليون علاش الغنم ما كاينش علاش ما كيشري لك وعباد الله واش عمركم شفتوا اللحم وسط الخروف ب 83 درهم وشي غنم ما هي غنم
إذا الناس كذبوا على الملك، قالوا له القطيع موجود، إذا كذبتوا على الملك. هذا هو المعطى اللي لعب. كان عيط للناس في حد كورت قبيلة، وحد كورت زايدة 1000 درهم مقارنة مع خنيشات، 1000 درهم زايدة اليوم الحد. قلت له شحال داير الناس كسابة كنعرفهم أصدقاء، قلت له شوف الحولي ديال خنيشات البارح اللي داير 4000 درهم شحال صاب عليهم في حد كورت؟ قال لي الحولي ديال البارح خنيشات مول 4000 درهم، قال لي اليوم داير 1000 درهم في حد كورت، إذا زادت 1000 درهم أخرى. الناس البارح خنيشات ما شراوش كل شيء. قلت له علاش؟ قال لي الغنم رقي وبقى صغيرة. قال لي الإنسان اللي باغي شي أخرى يقف، قال لي ما كاينش. قال لي أنا مولف هاد الفترة ديال عيد الأضحى، قال لي كنشري الخرفان الربيقن ككساب، قال لي باش نلعب به العام الجاي. قال لي هذاك الخروف اللي غنشريه دابا صغير، قال لي دابا زيد عليه 1000 درهم. قال لي علاش غناخذو؟ شحال نربح فيه؟ خاصكم المغاربة تشوفوا دابا ما ينتظرونا بعد العيد في قطيعنا. دابا شكون المسؤول؟ واش السي صديقي مسؤول ولا ماشي مسؤول؟ دابا علاش كنتو كدعموا دوك؟ عقولوا لي علاش كنتو كدعموا دوك عباد الله يجيبوا الغنم من سبانيا؟ علاش ما دعمتوش الكسابه هنا والفلاحه اللي كيكسبوا؟ علاش ما دعمتوش في العلفيه مات العلف؟ علاش ما منعتوهمش يذبحوا الخروفه؟ علاش؟ ها علاش كنقولوا خطوره الجمع بين السياسه والتجاره؟ ها علاش رجل الاعمال خطير على البلاد؟ هو كيفكر عارف مصلحته. ها هو دابا المازوت خدام، البومبا خدامه، وعلاش اخويا هاد العيد كاع ما احترامنا؟ احترامنا دابا يلا، علاش ما عطيتوش المعطيات للملك حقيقيه؟ قالوا له دابا اش قالوا دابا الملك؟ قالوا الغنم موجوده 7 مليون، وفين هي الغنم؟ وعباد الله ما كاينش الغنم دابا، هما الناس خصهم الغنم ما كايناش. لا انتم سمعتوا السيد ما كاينش الغنم، ها المرا سمع هذه راه عامره شافتني، شتي دابا راه عرفوني هكا درت راه ما بغيتش صافي. هذا هو النقاش الخطير، فين الغنم السي صديق؟ فين 7 مليون؟ فين 7 مليون؟ يلاه فين 7 مليون اخوتي؟ كلشي يابس، كلشي معصب، كلشي مقلق، كلشي مع كامل الاسف. ايوا لا اله الا الله، لا اله الا الله، وعيدكم سعيد اخوتي المغاربه.